إذا جرحت نفسك جرحاً اعتيادياً لن تخاف كثيراً، لأنك مؤمن برحمة الله تعالى التي ستجعل هذا الجرح يتعافى من تلقاء نفسه. ولكن هل سألت نفسك كيف يتم ذلك؟ وفقاً لما ترجمت قاف التفاعلية عن منظمة جونز هوبكنز ميديسن الأمريكية، يمر الجرح بعدة مراحل. أولها وقف النزيف. عندما تشق جلدك أو تكشطه أو تثقبه تبدأ بالنزيف، وفي غضون دقائق تبدأ الصفائح الدموية في التكتل معاً والتجلط على سطح الجرح لإغلاقه. وتحتوي الجلطة أيضاً على بروتين يسمى فيبرين، المسؤول عن تثبيت الجلطة بمكانها. المرحلة الثانية الالتهاب. بمجرد إغلاق الجرح بالخثرة الدموية، تفتح الأوعية الدموية طريقاً إلى خارج الجرح للسماح للمواد المغذية وللأكسجين بالدخول لإشفاء الجرح. وفي هذه المرحلة يستحضر الجسم خلايا الدم البيضاء وتسمى البلاعم، وتتولى هذه الخلايا دور محاربة العدوى وترميم الجرح. المرحلة الثالثة إعادة الترميم. تصل خلايا الدم بما فيها الخلايا الحمراء الغنية بالأكسجين للمساعدة ببناء أنسجة جديدة وإنتاج مادة الكولاجين اللازمة لترميم الجلد لبدء عملية الإصلاح. المرحلة الرابعة والأخيرة التقوية. مع مرور الوقت تتقوى الأنسجة الجديدة، لذلك تلاحظ تمدداً وحكة وحتى تجعداً في مكان الجرح، وبغضون 3 أشهر تكتمل قوة ترميم الجرح ليصبح كما كان قبيل الإصابة. فتبارك الله أحسن الخالقين.